أسأل الله أن يسعدك سعادة تبكي من جمالها. قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. صدق رسول الله. أسأل الله أن يبشرك بالجنة أنت ووالدينك ومن تحب. أسأل الله لك مفاجأة جميلة لا يسع قلبك تصديقها وتدمع عينك عند سماعها. أسأل الله أن يقدر لك الخير حيثما شئت ثم يرضيك ويفرحك به ويحببه إلى نفسك. أسأل الله أن يجعل حياتك أسعد وأهنأ وأجمل من كل توقعاتك. أسأل الله أن يكتب لك في أيامك القادمة فرحة تتغير بها مجرى حياتك. أسأل الله أن يسعدك ثم يسعدك ثم يسعدك سعادة حتى تبلغ منتهاها. أسأل الله أن يرزقك فهم النبيين وحفظ المرسلين. أسأل الله أن يرزقك النجاح في الحياة والعمل والدراسة. أسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء يا رب العالمين، ألا تبقي لنا هما ولا ضيقا ولا حزنا ولا دينا إلا فرجته وقضيته. وقل أيضا: اللهم إنك لا تحمل نفسا فوق طاقتها، فلا تحملني من كرب الدنيا والحياة ما لا طاقة لي به، وباعد بيني وبين مصائب الدنيا. اللهم بشرني بالخير وبشرني بالخير وبشرني بالخير عاجلا غير آجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخول مدرسي موفق الكامل وليداتنا والكامل الأمهات. نقول الأمهات لأن الأمهات هذا الوقت كامل راهم يقراو مع وليداتهم كما حنقولوا خطوة بخطوة. درت لكم هذا الروتين، يعني راحت شوية هذيك السخانة، ما كنا نقدروا نديروا والو، كنا نخدموا كما حنقولوا بشق الأنفس. أما دوكا شوية برد الحال، الروتينات يعني يجوا حلوين، الخدمة تجي خفيفة تجي سهلة، مع دخل خريف دخلت هذيك البرودة ضروري نستغناو دوكا كامل على هذوك ليدغا ونديرو ديكوات يكونوا خفاف اللبسه. دوك نبداو نجبدو يعني بشويه بشويه. هاد الاشياء كامل راح نشاركهم معكم في فيديوهات وروتينات قادمه ان شاء الله، راح تكون مليئه بالافكار مليئه بالتدابير المنزليه، واهم حاجه هذيك الطاقه الايجابيه اللي تنحيو بها العجز وتنوضو كما حنا نقولوا نخدمو كامل كيف كيف، نقيو كامل دويراتنا وان شاء الله ربي يعطينا الصحه والعافيه. كما شتوني خديت جيل ماجيك هذاك الكحل، هذاك يعني خاص بالارضيات فقط، لكن فيه واحد الريحه نفاذه بزاف بزاف شابه. انا صراحه نستخدمه شحال من بلاصه. كما شتوني درت رغوه خفيفه لهاد الرخامه تاع الطاقه مع الكليماتيزور، الحمد لله يعني ما كانش غبره كبيره ولا حنا يعني رانا نسكنوا في لاديال، وكاين يعني سكاني كانوا مازال ما كملوهمش في الخدمه، كانت بزاف الغبره لي كاميون، لكن دركا كملوا كامل هذوك السكاني ومدوهم لما ليهم، تهنينا الحمد لله. دوكا راهي حاجه خفيفه يعني ماشي هذيك الغبره القويه القويه. انا كيما شتوني زدت نشفتهم مليح مليح، وهذه هي الطاقه بعد ما كملتها. الصراحه يعني انا لما ننظف التواقي ديالي مليح مليح هكذا ونفحفحهم نحس بلي الدار راهي كامل نقيه. انا توجو انا نحب يعني نحط لي بلانت يكونوا شابين الخضوريه هكذا، يعني تخزري الحاجه خضراء يعني الدنيا وما فيها، لكن احنا عندنا شويه الريح بزاف بزاف يعني ما ينجحوليش لي بلانت. حطيت هنا وشحال من بلانطه لكن كامل في الزولي، ولهذا يعني خليتها كيما راهي هكذا بلا ما حطيت فيها حتى حاجه. هذا روتين صورت لكم نهار السبت يعني البارح، واليوم راني ننزلكم في هذا الفيديو. ما عرفتش لا كانت عندكم كامل السخانه في هذاك الوقت يعني تاع لابخيميدي، كانت واحد السخانه واش نقول لكم، يعني الصراحه انا حرت في هذاك الجو تاع البارح، السخانه سخانه سخانه بهذاك العشيه يعني جات واحد البروده واش نقول لكم. هنايا شعلت الكليماتيزور قلت هكذا باش نخدم اليس كي سكرت الطاقه، وراح نبدا نقي شويه لداخل نمسح الغبره. هنا عندي مزيل البقع فورس اكسبريس، يعني راني صورت لكم اللي تحب دير كابتيو ديكور ليه ولا واش نقول لكم، ينقي الماء الابيض بواحد الطريقه من اروع ما يكون. انا فشفش شويه فوق الماء الابيض بعد نحكم التليق يكون مشمخ ونعصره مليح مليح، يعني من الدي فقط نجوز كامل على هذاك المبل ونزيد نعاود نمسح بوحده ناشفه، يخرج المبل الابيض يولول كيما يقولوا. الصراحه يمد لكم واحد النتيجه اضافه لهذيك الريحه تاعو، يعني عنده ريحه بزاف بزاف شاب. انا لي برودوي يعني ماشي شرط واش مكتوب فيها هذاك البرودوي واش يديروا به ولا، دي فوا نجربهم في عفاسي واحد اخرين يخرجوا عليا يمدوا لي نتيجه شابه، نبدلهم كامل الاستعمال تاعهم. كيما هذا مزيل البقع استخدمته الماء
الابيض الصراحه النتيجه تاعو ممتازه. بالنسبه للبقع باش نكون صريحه يعني ما ينحيش كامل البقع ولا دوك البقع اللي يكونوا بزاف قويين. كما شفتوا هذاك جيل ماجيك هو خاص بالارضيات يعني استخدميه في التزييغ فقط، لكن انا ما نكذبش عليكم الريحه تاعو بزاف شابه وتبقى لاصقه. نغسل به التواليت كامله، نسيغ به الارضيه، تبقى يعني تريح النهار وطول، حتى المدخل تاع البيت دايرته بالحجره ساير داير، الملمس تاعو جاك شغل خشين وفيه فراغات هكذا، ولا نحكم هذا جيل ماجيك في تشليقه ولا ونحط شويه منه يعني ما يبانش، يبقى هذيك الرائحه فقط. مره ندير زيوت عطريه يعني كذلك هيبقاو لاصقين، كي يخلصوا نحكم هذاك جيل ماجيك فقط وندير شويه كذلك المدخل تاع البيت يعني يبقى يومين ولا هو يريح. التصيغ ما صيغتش في هذا النهار يعني كنت صيغت من البارح فقط، كما شفتوا جوزت بو خفيف اسبيريت القاعه كامل. وهنا كي نصوركم يعني هذا البيت فقط تاع البنات، نكون كذلك خدمت لا شومبغ تاعي والبيت تاع الاولاد كامل كيف كيف، يعني نقسم الشغل باش ما نعياش. مرات نخدم البيوت، مرات نخدم الكولوار سال دو باي تواليت مع الكوزينه، كل خضره كيفاش. دركا كملت الطاقه، امسحت الغبره كامل وفحفحت هذاك الماء بالابيض ولا يبرق بريق، وراح نخملوا لا شومبغ كيف كيف. انا شوفو كنت كومونديت دي كاش كوات لانه يعني البروده خلاص دوكا اللي راح الوقت تاعهم. شوفوا هنا يعني راح نقترح عليكم هاد لاباج، واش نقولكم يعني انا الصراحه دخلت الانستغرام تاعها شفت الخدمه تاعها عجبتني بالبزاف. كنت متخوفه شويه في الاول ما نكذبش عليكم، لما تشوف يعني حاجه في التليفون ولا في المواقع حاجه، ولما تكون قدام عينك حاجه وخت اخرى كامل. انا قلت يعني نكموندي من عندها ونشوف، وقلت نكموندي للبنات فقط اذا عجبتني الخدمه، وكما احنا نقولوا اقتنعت بها 100% راح نزيد نكموندي للولاد ونكموندي للشومبرا تاعي. تعانيت صراحة كيما شفت في الانستغرام كيما كانت الخدمة قدامي ما كان حتى الفرق. نهدر لكم القماش، القماش بزاف بزاف شباب، انا خيرت تاع الترك وكان كذلك القماش تاع الفيتنام، يعني اذا كمونديتو من عندها ولا انتم راح تخيروا القماش اللي يساعدكم، تخيروا النوعية تاع القماش، تخيروا اللون، تخيروا حتى الموديل، وبطبيعة الحال الثمن يعني راح يتغير على حسب لاكوموند اللي تكمونديوها انتم. احنا شوفوا هذا قلت لكم دي كاش كوات، يعني تحكموا الكوات وتدخلوه لداخل. شوفوا يعني دائرات ترتيقات هذوما بزاف شابين سهلين، هكذا راح تدخلي الكوات تاعك لداخل بكل سهوله. ولما تحبي كذلك يعني تغسلي هاد الكاش كوات فقط راح تنحيه كذلك بكل سهوله. وريت لكم الخياطه، شوفوا يعني متقنه بالبزاف، هذا هو اللوغو تاع الانستغرام تاعها كذلك يعني تلقاه في الطرف هكذا باش تعرفوا باللي يعني اذا خدمت لكم حاجه ولا ما راحش تلقاها في مارشي ولا راح تلقاو كونتيتي، ولا تقدري الموديل اللي تخيريه انتيا مع القماش اللي تخيريه انتيا مثلا تكوني مخمله به انتيا وحدك فقط، يعني يكون موديل خاص بك انتيا او فقط. ليوس كذلك يعني جايين كبار يغطوا لك كامل المطرح، ماشي كيما لي موديل هذوك اللي تلقاهم في المارشي ولا لي موديل اللي تلقاهم في ليزاتيلي هذوك. ولا انا الصراحه يعني شريت شحال من واحد وجاوني بزاف بزاف قصار واللي تصدقتهم يعني ما جاوش قد لي ماندلا دياولي. نزيد نقولها تخدم لي ليوس فقط يعني تخدم لي التبديلات نتاعو شحال من خضره، ولي كولور تاعهم يكونوا شويه فونسي يعني للاستعمال اليومي نخمل بهم طول. انا خملت بهم على اساس دروات عاديين ما جبتش لي كوات، انا قلت لكم يعني راني شاعله الكليماتيزور ونخدم هذاك النهار يعني جا سخون بالبزاف، ما عرفتش كامل من طحت علينا هذيك السخانه الحمد لله يعني مع العشيه كامل ولات البروده. ولما نجبد لي كوات راح نزيد نستعملهم مع لي كوات كذلك. هنا وريت لكم المخايط كذلك، المخايط عجبوني بالبزاف، شوفوا المخده اللي تكون لداخل ما تبانش تماما يعني تبان مغلوقه بالكامل، حتى هذوك يعني القفالي اللي جاوا هكذا اكوتي هذاك الدونتيل جمع هذوك الوريدات الحموره جات الخدمه بزاف بزاف شاب. هذه المخده الزوجه كذلك شوفوا شحال شابه، يعني هنا عندها بزاف بزاف لي موديل. شوفوا هنا المخده تاع الداخل ما تبانش كامل، هاي اللي تغلقي عليها والمخده تاعك الداخل راهي مستوره، لا من ناحيه النقا كما قلت لكم لا من الناحيه الجمالية، يعني المخده تاع الداخل ما راحش تبان كامل. راح نوري لكم هنا صور هكذا باش تشوفوا الخدمه تاعها وشحال شابه، شوفوا لي كولور شحال شابين، النوعيه تاع القماش كذلك واش نقول لكم، يعني لما كنت رافدتهم حسيت روحي بلي راني رافده حاجه ثقيله، القماش الثقيل وتحسيه بزاف بزاف شباب كما حنا نقولوا غسلي وردي ما يتقطع ما يحول ما يزول. وهذا هو الفرق من انك تشري يعني من المارشي عادي ولا تشري يعني هذيك الخدمه تاع لي زاتولي وتشري عند وحده خياطه تكوني خيرتي الموديل خيرتي القماش
كل حاجة تخيريها على يدك. وهذه هي الحاجة اللي عجبتني وانا ما نكتبش عليكم، يعني باش نشري مثلا ديو صدغة نتاع المارشي ولا تغسليها مزوج مرات ثلاث مرات تحسي هذيك لاكولاغ نتاع القماش كامل راحت. انا يعني كيما احنا نقولوا تجربتي الخاصة يتقطعوا كامل، يعني يتقطعوا كامل في الوسط. انا ما نكتبش عليكم نكموندي حاجة تكون شابة، القماش يكون شباب والضايا اللي كيما احنا نقولوا تقعد لي مدة طويلة خير من كل خطرة نقعد نشري. هذه هي النتيجة النهائية بعد ما خملت لا شامبر كامل. وش نقولكم، يعني تبدلت 180 درجة صراحة، عجبوني بالبزاف، خرجت الخدمة شابة متقونة بالطبع كما يقولوا. هذه هي ان شاء الله تعجبكم انتم كذلك. اني خليت لكم هذا هو الانستغرام تاعها، ونزيد نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف تحبوا تدخلوا منه مباشره. واذا دخلتوا ليها ما تنساوش يعني ابوني، وعندها ديروا لها دوك لي جادور هكذا باش تطلع لاباج تاعها. صراحه يعني تستاهل، اي خدمه تكون نقيه نظيفه متقونه تستحق التشجيع. كذلك هذا رقم الهاتف، يعني تعيطوا لها وتمد لكم كامل المعلومات اللي حبيتوهم، سواء يعني النوعيه ولا الموديل ولا النوعيه تاع القماش الاثمن كامل هي راح تجاوبكم عليهم ان شاء الله. وهنا شوفوا راني نصور مع العشية كامل، وش نقول لكم، جا واحد الريح بارد، وتخيلوا يعني الزوج فقط كنت شاعلة الكليماتيزور في البرد، يعني سبحان الله سبحان مغير الأحوال. وهذه هي بلدنا طويلة وعريضة قارة ما شاء الله، كما يقولوا في نهار واحد تصيبي أربعة فصول. شاركت معكم فطوري لهذاك النهار، يعني كنت كملت التخمر وكلش، جيت الفطور مع هذا السردين وكلش لما عنففحت الحالة، وزدت عاودت كملت التصوير تاعي في لاشامبر. المهم هنا السردين راكو كامل تعرفوا تنقي، ونحيت له نحيد له هذاك السرسور. التتبيله ديالي هذه تاع السردين ما نبدلهاش لانها متعدده الاستعمالات، درت سردين مقلي ندير هذه التتبيله، درت شطيحه تاع سردين ندير نفس التتبيله كذلك، درت الحوت مثلا في الكوشه ندير نفس هذه التتبيله. يجي بها السردين فيه واحد البنه روعه روعه. رابط الفيديو اللي درت فيه هذه التتبيله بالتفصيل راح نخلي لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. المهم حكمت هذيك التتبيله درتها فوق هذاك السردين، خلطتها مليح مليح. هنا اذا كان عندكم الوقت ادخلوها تروبوزي شويه، كل ما روبوزات كل ما راح تمد لكم نتيجه هايله. حكمت كيس بلاستيكي يكون ابيض ولا يكون شفاف، درت فيه الفارينه. شوفوا هنا حاولوا تزيروا عليه مليح مليح حتى يتعمر الهواء، هاي اللي كيولي كيشوا البالون. تبداو تحركوا هذوك الحبيبات تاع السردين بكل اريحيه، كما حنا نقولوا ما تتوسخ لكم الحاله ما والو، كل حاجه في هذاك الساشي اضافه الى الصرا، يعني هذه الطريقه اسرع منها ما كاش. وبالنسبه لهذه الطريقه اللي راح نحطها لكم، شوفوا هنا السردين يعني راح يدي كميه قليله تاع الزيت، وكذلك طيبوا كميه كبيره في وقت وجيز. المهم هنا دبروا المقلات اللي تكون عندكم، ما تكونش لاصقه وخلاص، ولازم يكون عندكم غطيوه ولا طبسي ولا هكذا باش تقدروا تقلبوا فيه هذاك السردين، يعني يكون قدو قد المقله. بعد ما درنا هذيك شويه تاع الزيت راح نحاولوا نحكموا السردين تاعنا ونديروه ساير داير. بالنسبه لهذا الرونجي الثاني اللي راكو تشوفوا فيه، ما تحاولوش تحطوا السردين فوق السردين، يعني وين تخلص الديل تاع هذيك الرونجي الاول تحطوا الراس تاع هذا الرونجي الثاني، ان شاء الله فقط تكونوا فهمتوا. وحاولوا كشغل تعوجوا السردينه، هاي لك شوفوا كل ما تعوجوها كل ما راح يجيكم هذاك الشكل الدائري، وتجيكم يعني المقله تاعكم بزاف شابه. يعني السردين بهذه الطريقه اولا صحي ما فيهش كميه كبيره تاع الزيت، ثانيا وصفه ولا طريقه اسرع منها ما كاش. شوفوا هنا راني مطيبه قريب كيلو في مقلات واحده فقط، شوفوا هنا بقاو لي هاد الحبيبات فقط من هذاك الكيلو، والكيلو كامل درته في هاد المقلات فقط. وثالثا من الناحيه الجماليه يعني الشكل تاعها يجي بزاف بزاف شباب، يعني هكذا تحطيها في وسط الطاوله مع شليطه ولا شويه فريت وقرها حموت تاع قارص بارده، الدنيا وما فيها، على بالي بلي تشهيت ولي شهيتها شهيتها في الجنه ان شاء الله. المهم شوفوا هنا المقلات اكوش تدرنا حاجه قليله تاع الزيت، حاولوا تحركوها، والنار تاعكم ديروها من متوسطه الى قويه، ما ديروش نار هاديه بزاف. السردين ما فيهش روح، يعني تمتم راح يطيب لكم، ولو كان تخلوا النار قليله يعني هنا السردين تاعكم راح يبقى معجن. هنا شوفوا درت شويه زيت وعاود تقلبتها، ولما تقلبوها كشغل حاولوا تحكموا هذيك الخبزه تاع السردين في الوسط هكذا باش ما تفتح لكمش، هاي ليك لكن نورمال. حكموا بغير فك كذلك وعاودوا شغل عبزوا على هذاك السردين هكذا باش يزيد يتبلاطا مع هذيك المقله ويطيب لكم محمر بالطبع. اذا حبيتوا تطيبوه في الفرن راح ترصوه بنفس هذه الطريقه، وديروه في الصينيه اللي تكون تدخلوا الفرن، ودخلوه شعلوا عليه من تحت ومن الفوق في نفس الوقت. هنا وريت لكم الطريقه اللي نحب ناكل بها السردين، شويه خبز ولا مطلوع شويه هريسه، ونحط السردين بدون اضافات كما راكم تشوفوا فيه هكذا سوا سوا، يجي بنين روعه روعه ان شاء الله. الوصفات الروتين تاع اليوم كامل يعجبكم وينال رضاكم. وصلنا نهايه الفيديو، وفي الاخير ما عليا الا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.